السلام عليكم ورودي ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الغريبة اقتصادية وبدون بيض. كنحتاج فيها مكونات بسيطة كالتالي: عندي هنايا زوج مارغرين 250 250، يعني 500 غرام، وجوج خميشات ديال سكر فانيلا ما يعادل 15 غرام، وشويه تاع الملحه، قبيسه ديال الملحه. كنضيف عليهم 120 غرام ديال سكر كلاصي، وكنبدا كنجمع هاد المكونات تاعي حتى يندمجوا ليا توليو على شكل كريمي. كنضيف عليهم جوج حكاك ديال الياغورت كيكون بنكهه الفانيلا، ومن بعد كنبدا نجمع هاد المكونات ديالي مزيان. كنضيف عليهم نص سترو تاع زيت المائده، وكنبدا كنخلط المكونات ديالي حتى كنحصل على واحد الشكل كريمي لين. من بعد كندوز للمرحله الثانيه والاخيره، واللي هي كنجمع بالدقيق اللي كيعادل كيلو و 800 غرام. كنضيف عليه جوج خنيشات ديال الخميره ديال الحلوه ما يعادل 16 غرام، وديك الساعه كنبدا كنضيف شويه بشويه على العجينه ديالي حتى كنحصل على واحد العجينه كتكون يعني لينه وقابطه في راسها، ما تكونش مرخيه وما تكونش قاصحه، يعني ما بين وبين. بالنسبه للكميه تاع الدقيق اللي عطيتكم كيلو و 800 غرام، راها كميه مضبوطه جدا، ولكن يمكن على حسب جوده الدقيق يمكن تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. الا بانت لكم العجينه تاعكم تجمعات ولات هي هذيك، يعني العجينه ديال الحلوه ديال الغريبه نورمال، واخا تشط لكم واحد شويه يمكن لكم ما ديروش. وإذا شفتوا الدقيق اللي الكميه اللي عندكم تاع الدقيق كملتوها وبانت لكم العجينه شويه مرخوفه، يمكن لكم تزيدوا شويه. غير هو ما كنزيدوش الدقيق دفعه واحده باش هكذا ما تقصحش لنا العجينه ديالنا وتخسر لينا، تزيدوا بشويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه وكتحصلوا على الشكل اللي بغينا. بالنسبه انا الدقيق البنات كنأكد لكم ان الكميه اللي عطيتكم مضبوطه كيف ما كتشوفوا معايا، استعملتها كلها. دابا بقى واحد شويه غادي نضيفه حتى هو باش نجمع الحلوه ديالي. ما كتشوفوا معايا راه الجمعات ليا صبحت شبه يعني جاهزه، والدقيق الكميه مضبوطه. صافي كنجمعها وكنخليها على جنب الوقت اللي غادي نمشي نشعل فيه الفران. دائما البنات لما تطيبوا الحلوه تكونوا مشعلين الفران مسبقا قبل ما كدوا كتشكلوها، ان فوا كتعجنوها كتخليوه على جنب وكتمشيو كتشعلوا الفران وكتخليوه كيسخن. كتوجدوا الطاوات ديالكم حداكم، يعني يكون كلشي عندكم، يعني تخدموا بالترتيب باش هكذا تتكونوا مرتاحين في الخدمه، والخدمه تاعكم كتكون يعني هي هذيك، ما يعني داكشي اللازم راكم كديروه، ماشي حتى كتشعلوا الفران حتى كتوجدوا الحلوه اللي كتمشيو كتشعلوا الفران وهكذا هكذاك ما كتطلعش لكم الخدمه مزيانه. صافي مني دابا وجدت المسائل ديالي كنبدا كنشكل الغريبات ديالي. بالنسبه للتشكيل عندكم الاختيار ديروا اي اشكال بغيتوا بهاد العجينه اللي قدمت لكم، اي اشكال بغيتوا كديروا. بالنسبه لي انا غادي نقدم لكم غير اشكال بسيطه واللي هي غريبه عاديه اللي غادي نشكلها بهاد مثلا انا هاد الشكل اللي بغيت نشاركه معكم، يعني شكل بسيط، وحبيت نشارك معكم هاد الفكره. كناخذ ديك الملعقه ديال العسل وكنضغط بها حتى كتعطيني دوك الخطوط بحال هكذا، كتعطيني داك الشكل بحال هكذا، يعني زوين وبسيط. هذه غير مجرد فكره، عجباتكم ديروها، ما عجباتكمش ديروا الشكل الثاني. وهذه اصلا راه هذه الطريقه تاع الشكل الثاني واحد الطريقه زوينه وتقليديه، كنا كنديروها ايام زمان فاش كنا صغار، الوالدين كانوا كيستعنوا بها بزاف هذه الطريقه، واللي هي ديال الفرشيط. يعني من بعد ما كتكونوا واحد الغريبه صغيره كتاخذوا الفرشيطه ديالكم وكتضغطوا بها ثاني على ديك الغريبه حتى كيبانوا لكم دوك الخطوط، يعني واحد الشكل بسيط ولكن في نفس الوقت زوين وسهل، ما كيحتاجش واحد العناء كبير. صافي من بعد ما كنكمل التشكيل ديال الحلوه ديالي، هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه. راه هذاك الشكل ديال الملعقه ديال العسل كيف ما كتشوفوا معايا كيكون شويه داخل، كتكون ما كتكونش بحال الشكل الاول مسطحه، كتكون بحال الشكل تاع الفرشيطه كيكون مسطح، وداك الشكل ديال الملعقه ديال العسل كيكون شويه داخل. هذا هو الفرق بيناتهم، ما كيتشابوا وما كاينش فرق كبير بيناتهم. صافي كندخل الحلوه ديالي كطيب، من بعد ما كطيب هذا هو الشكل اللي كتكون عليه، يعني كتكون محمره في حدود المعقول، ما كتكونش دايزها طيب وما كتكونش باقا خضره، كتكون بين وبين. صافي دابا غادي نديرها في واحد السائل وغادي نبدا ناخذ واحد الصفايه ندير فيها شويه ديال السكر كلاصي، وكنبدا كندير السكر كلاصي كيف ما بغيت، لان الكميه ديال السكر اصلا مضبوطه من الاول، يعني ديروا كيف ما بغيتوا، ما غتكونش دايزه السكر، غتكون السكر ديالها نورمال وفي حدود المعقول. هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه ديال الحلويات ديالي. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها، وانا كناكد لكم انها كهشيشه كتذوب في الفم، كتجي رائعه واشكال بسيطه في متناول الجميع. كنتمنى لكم تجربوها وتردوا عليا الخبر باللي كان، وشكرا.